طيب قولي لي بقى ايه رأيك، انتي طبعا واحده خلفتك بنات، واحده ايه خلفتها بنات، اه ما جبتيش الولد، الواد ما جاش الواد. فانتي كان برضو في مجتمع، انتي كنت في طنطا وكده ومجتمع برضو الولد وكده، انتي يعني احكي لي كده عن الناس كانت بتقول لك ايه، وكنت بتردي تقولي ايه، انك ازاي ما جبتش، يعني جبتي 4 بنات وما خلاص ما فيش اول بنت كنت انت. ايوه وبعدين ايه، لا المره الجايه بقى تجيبي ولد. ايوه المره الجايه تجيبي ولد. فجبت ايه دينا. ايوه يعني كنت بيبقى مسافات طويله. وبعدين الثالثه ايوه جبت امنيه. بعد كام سنه كده كتير. أيوة. وبعدين بقى الرابعه، لا ده انت هتجيبي ولد. وطنط فاطمه كانت تقول لي انت هتجيبي ولد المره دي. حماتك. وكده. فاقول في سري، لا لا اصل انت حملك المره دي مش كل حمل. ايوه كل مره يشوفوكي زي ما بيحصل في كل البيوت، لا ده انت شكلك متغير، ده انت الواد جاي الولد. فاقول لهم في سري بقى، في سري طبعا. ايوه هديكوا حته مقلب واجيب بنت. وجت بنت فعلا. طيب كانوا يقعدوا يقولوا لك، لا وكان باباكي كان فرحان بيها جدا. ايوه عمره ما قال لا لا ده بنت. بس انا هم كانوا يقولوا لك ايه وانت كنت تردي ايه؟ يعني في الشغل بقى يقولوا لك وناس متعلمين ومؤهلات عليا، ايه ده انت جبتي بنت؟ او انا حامل، لا المره دي بقى تجيب لنا ولد. تجيب لنا. اجيب له، قلت اقول لهم اجيب لكم ليه؟ طب ما اجيبه لنفسي، هجيب ولد لنفسي هجيب بنت لنفسي. ايوه صحيح. وبعدين لما اجيب والله بنت، والله لانه بيحصل. لما اجيب بنت، ويا ريتهم ناس يعني جهله او كده، لا متعلمين، ما هو للاسف لما اجيب بنت، جبت بنت ربنا ما كرمكيش بولد، قلت لهم لا كرمني ببنت. يقولوا لي ايه، اهي بكره بقى البنات دول يجيبوا لك رجاله. اقول لهم يجيبوا لي ليه؟ ما هيجيبوا لنفسهم. ايوه صحيح. انا مالي ومالي الرجاله يعني. عشان كده بقول لك الناس دايما لغايه دلوقتي الموضوع ده مؤرق جدا. يقولوا في تنمر دلوقتي. لا انا فاكره، انا فاكره ساعه لما مامتي جابت اخر بنت بقى، انا كنت في اعداديه في ثالثه اعدادي، فحد ما اتصل بيا 14 سنه بينك وبين اختك. ايوه فحد اتصل بيا، مامتك جابت ايه؟ فبقول لها جابت بنت، فلقيتها بتقول ايه كدابه. قلت لها لا هكدب، انا مش فاهمه. لا ده ولد. كدابه، لا انت كدابه، لا معقوله؟ اقول لها جابت بنت، ما مش فاهمه. وبعدين بابايا فرح بيها فرحه رهيبه، اول مره يفرح بالشكل ده، مش معقول. هتخلينا يعني فرح بيها بقى، فرحان بيها جدا وخايف عليها لغايه ما كبر، ما زعلش، ما والضغط لا المجتمعي والناس اللي بتقعد تقول لك ما جابش، ما قالكيش انا اروح اتجوز واجيب الولد والكلام ده كله. بيكلموه ناس قرايبه ويقول لهم ايه، المدام جابت بنت، جابت بنوته اموره وما اعرفش ايه، وانا جايبها، جايبني بقى من المستشفى وانا والده. ايه العرسان واقف لها على اول الشارع وكده، هو اللي بيقول كده. بيهرج بقى. وكده بنت اموره، يقولوا لي لا، يقولوا له لا، لا انت بتكذب، ده ولد، انت ولد، انت خايف تتحسد. يقول لهم ابدا والله ده بنت. وبعدين ايه جم. فايه كانت الدكتوره خرمت لها يوم ما ولدت، خرمت لها ولدنا ولبست لها حلقه. فندهت على جوزها قالت له دي بصحيح بنت، واحده ست جت تزوركم، واحده من القرايب يعني. قالت له دي صحيح بنت. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي بقى الموضوع صعب. وبقى غريبه قوي يعني. يعني طب انت بتاخدي الامور بسلاسه وبساطه؟ وكانوا بيزعلوا، هم يزعلوا بقى، ما انت بقى انتوا فرح، انتوا زعلتوا؟ لا هو زعل، هو ما زعلش. احنا بقى دلوقتي كنا نقعد نقول لآية اختنا الصغيره، احلى حاجه ايه انك جيتي بنت، كان هيبقى واد غتت كده يخش لنا في وسطينا واحنا عايزين نقعد براحتنا ونلعب وننام ونصحى ونسرح شعرنا وبتاع، يعني ما كانش هيبقى. فاحنا سعداء جدا بموضوع ال4 بنات. كان بيحبها قوي. طيب وهو كان دايما يقول احنا، انا عندي 4 رجاله، فاكره؟ هو انتوا ربيتونا ازاي اننا يعني نعتمد على نفسنا قوي كده، ونبقى يعني احنا طالعين في ظهر بعض
وما عندناش اصل احنا بعض. من غير راجل يعني ما عندناش الحته بتاعه اصل احنا عايشين من غير راجل اصل احنا ما عندناش حد اصل احنا ملناش حد مكان موجود. ايوه يعني هو الله يرحمه ويغفر له يا رب ويرحم كل امواتنا جميعا. اقصد ان احنا عمرنا ما قلنا الكلمه دي يعني حتى انا طبعا متجوزه وربنا يخلي لي جوزي بس احنا طول عمرنا قبل حتى ما نتجوز واحنا بالمناسبه عشان ستات كتير يا مامتي بيكلموني في البرنامج وبيبقوا حزنانين قوي ان مثلا بنتها ما اتجوزتش وهي مثلا عندها 28 29 30 5 حاجات كده او يعيبوا يعني ناس تتكلم وتعيب بس ما كانش حد يقدر يكلمنا بقى لان باباكي كانت شخصيته قويه ما كانش يعني كان يعيبوا على ايه لا ده بنات ده ما اعرفش ده ابو البنات اللي هي يناسبكوا يحط ايده في ايد مين معرفش كلام كده غريب خدوا بيوقدوا البنات زمان هنعمل ايه بس يعني الموضوع لا اقصد ايه اقصد ان كنت واخده الموضوع بسلاسه طول عمرك واخده موضوع الجواز وموضوع الجامعه وموضوع الثانويه العامه انا الثانويه العامه انا كنت شاطره جدا يعني كنت مش من الاوائل مش الاولى بس كنت لا دايما كنت كويسه جدا يعني مثلا الابتدائيه جايبه 98.5 في المية ده انا مامتي حافظه درجات انا كنت جايبه كام في العربي في ابتدائيه كنت جايبه 99% في العربي وكنت جايبه كام والعلوم 40 من 40 او 50 من كله بقى نمر نهائيه حافظه درجاتي من في اعداديه وفي ابتدائيه وكده فتقولي كنت شاطره فجيت في الثانويه العامه دخلت علمي والحمد لله يا رب ان انا ما جبتش مجموعه الحمد لله لا انت كنت بقى تقبلي في كليه علوم ايوه كلية انا فجيت في ثانويه انا متعوده بقى بجيب فوق ال 90% بجيب 98% في ابتدائيه 95% فجيت في الثانويه العامه جبت 79 دينا اللي جابت 77 79% انا فاكره سنتي بس كنت تقبلي كانت كليه طب واخده 83% وانا جبت 79 بس انا 79 فانا بقى متعوده انه ايه ان انا مع الايه العشر يعني الحبه الشاطرين يعني اللي في الاول اللي هم ايه طب او صيدله اللي بس هو العادي بس مرحله اولى 79 وايه وما رضيتيش تكتبي علوم لا لا كليه تربيه بقيت اقول لك اكتبي تربيه في ايوه بابايا وكده المهم يعني فايه انه انا قعدت اعيط وكان ساعتها السنين دي كانت الناس تعيد ثانويه عامه عشان يدخلوا اولادهم كليات كان اسمها كليات قمه طب او صيدله دي قمه غير كده مش قمه الا مامتي تقولي مش نجحتي ايه انت بتعيطي عليه وانا اعيط ايه ده ازاي فانت ازاي خدتي كل حاجه بسلاسه انا فاكره ان احنا ما كناش متجوز بدري يعني مثلا انت مش دخلتي جامعه ايوه دخلت جامعه طب وايه يعني انت ايه بقوا الناس يقولوا طبعا قبلت بقى ما هي انت مش عايزه تخشي تربيه والمعروف في العيله انك مش عايزه تخشي تربيه ابقى مدرسه بقى وتتنرفزي على العيال وكده ده اساسي لا اتنرفزت على عيالي انا فايه طبعا قبلت في علوم بقى فنقول لهم لا دي كتبت اداب اداب ايه اللي كتبته ايوه انا كتبت اداب اداب اول مرحله اول فكانوا مستغربين يعني ايه تبعدي قوي كده عن الكليات القمه يعني المهم ان ايه انت اتعاملتي بسلاسه انا بس عشان الامهات وهي بتتفرج علينا والامهات الصغيرين اللي بياخدوا كل حاجه على اعصابهم ودرجات العيال والكلام ده كله وجواز البنات